الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله بالشام عظيم البرهان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانك ربنا سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا برؤيتك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب العزة والجبروت والملك والملك على علم الإيمان يزيد عنده قال ربنا سبحانه وتعالى
على الغيار. ما هي الثمار التي يصيب العبد من ايمانه بالله سبحانه وتعالى واليوم الاخر؟ اولا مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. فحينما يوقن الانسان ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه مؤدي عمله على الوجه الاجمل، سواء كان هذا في العبادات ام كان هذا في المعاملات، استحسان من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الاحسان فقال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وتقول في نفسك: الله جل وعلا مطلع عليه، الله جل وعلا يراني. قال تعالى: وهو معكم اينما كنتم. حينها يستحي الانسان ان يعصي الله سبحانه وتعالى وهو مراقب من ربه سبحانه وتعالى ومراقب من الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حينما يؤمن الإنسان ذلك يستحي من الله عز وجل أن يراه على معصية، وإن عصى ربه سبحانه وتعالى وأفرغ من عقوبة الدنيا ومن محاكم الدنيا فإنها لن يثبت يوم القيامة من محكمة قاضيها جبار السماوات والأرض. قال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. اسمع: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن ثمار الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر البعد عن الغش وعن الخيانة وعن الخداع لأجل ثمرة. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتمشى في شوارع المدينة ليلا ومعه خادمه يتفقد الرعية، فإذ به قد تعب فجلس إلى جوار بيته لكي يستريح. فسمع الأم تقول لزوجها: قومي واخلطي المبنى بالماء. فقالت: يا أمه أما تسمعي منادي أمير المؤمنين حينما كان لا يخلط المبنى بالماء؟ قالت: إذا فلا يرانا ولا يسمعنا أمير المؤمنين. وفي الأمر المؤمنين فقالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فسمع عمر هذه وقال، فقال لخادمه: خل ملك الدبه وتفقد الرعية. فلما أصبح الصباح بعث خادمه ليتحسس حال تلك المرأة، من هي وهل هي متزوجة أم لا. فرجع إلى أمير المؤمنين وأخبره أنها غير متزوجة، فجمع أبناءه جميعا فقال له: هل لكم من حاجة في الزواج؟ فزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بابنه عاصم. هذا
من يستمع هذه القصة لكي تروى لنا، لكي تكون لنا مدرسة وكتبا ومثالا عمليا. ومن كبار الإيمان بالله يا إمام الأمة أيها الأحبة السكينة وطمأنينة القلب. من الإنسان حينما يملأ الإيمان قلبه فهي مطمئن، عنده سكينة. ربك سبحانه وتعالى من عليه بالحكمة بتدي يعني مش مضطر، مش قلق، مش عنده أمراض نفسية، لا لا لا، مرتاح، ولد بنام، ويحط النوم زي ما انتم عارفين. فضل عز وجل بنام. أما الإنسان هو الذي يعني لا يعرف الله عز وجل قدرا ولا يخشى لربه حسابا، ما يعرفش إيمان، والله ما يعرف إيمان أبدا، اللي عمال يتكلم ويتكلم يتكلم. إلا أعزكم الله عز وجل كان من يدل. أما الإيمان الله عز وجل عليه بهذه النعمة فالإيمان نور الله عز وجل يقذفه في قلب الإنسان فيمشي بنور الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أيها الأحبة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فليكن خبرا أو ليسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبذ الجار، وحدث في ذلك ولا حرج. بتلاقي الجار عايز يشيل البيت بتاعه خالص ويمشي في مكان بعيد. ليه يا مولانا؟ بقول لك جاري زهقني في حياتي، خلاص عايز اسيب الدنيا كلها وامشي. ليه يا مولانا؟ ليه يا سيدتي؟ ألا تتقي الله عز وجل في هذا الجار؟ انت عارف الجار ده لو تعلم ما أعد الله عز وجل له من العقوبة ما زال جبريل يوصيني بالجار. يا الله، حتى ظننت انه سيورثه. قلت احنا بنحط الحديث ده ايه قدام عينك؟ والله العظيم ما تيجي خالص ابدا. لذلك الانسان فينا عشان تعرف قدر الجار ومنزلة الجار، اول ما يحصل الانسان مصيبه من اول ما تخش عليه هو جار. قد يكون الاب بعيدا والاخ بعيدا، فجارك هو اقرب الناس اليك. بل تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الجار. لذلك ايها الاحبه وختاما واخيرا وليس اخرا، يضيق الوقت، فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليلتزم بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه، يحافظ على نفسه ويحافظ على حياته. ده مولانا اجراءاته المفروض ربنا كاتبه هيكون. لكن اجري رحله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسيبه ولا اعمل ايه؟ قال له ايه؟ اعقله وتوكل. صح ولا كان الصدقه توكل؟ لا التوكل على الله عز وجل من باب الاخذ بالاسباب. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. البلاء اعزكم الله عز وجل منتشر في كل مكان وليس له دواء الا ان يرفع عنا رب الارض والسماء. يبقى الانسان فينا يحافظ على روحه ويحفظ كلمه بتاعته، ولما يجي الناس يجيب المسؤوليه بتاعته ويحرص على اتباع امره لدين اخيه
وفكر، وإن كان مريضا فلا حرج عليه أن يسلم في بيته. ثم لما عينه تعبان سلم في بيته. أما لو أنت مريض وتعلم ذلك علما يخيف وتجد ربنا عز وجل وتجاهل تكسب طاعة وتتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة أن تعصي ربك سبحانه وتعالى. يكتب الإنسان دينه لا تتزد من جهاته وهو جهاته قريب. فبما لم يتعشر مسجد كيف هذه تقييمانا سمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا إخواننا ما تزدش ما تزدش الكمال ما جبتش المسألة بتاعتي وجبت المسجد. قد يكون في إنسان مريض وهو لا يعلم نفسه يتوزن سيبك في نفس المكان والآن جبت بعده وسمك الله عز وجل وأنا لا أعلم وسكنت في نفس المكان. هل مرض سيبقي لي؟ نعم. طب يعني عشان كثير من الناس يعني بيزعلوا ان جبت الميه مقبوله. والله مقبول حفاظا على الناس. والله الناس لا اله غيره مغلقه حفاظا على النفس وحياه الساجد قبل المساجد. انسان والاسلام بحرص على حياه الانسان. فكل ما ينام يبت الميه يعني انا بخش اتوتر واشم الممرضه واستنشق. وانت مريض وانت لا تدري مين واخد بعدك بتوضى بعدك هتجري ايه المرض. وما حرص عليك يا اخي انت توضى في بيتك وتاخد متوضى في الرزينه بتاعتك لما قدره الله عز وجل عليك سيكون. اما ان يترك الانسان الدنيا هكذا لك يا مولانا اللي حيصيبك نصيبك ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. فنسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب الكريم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت على الصراط المستقيم اقدامنا. اللهم على طاعتك عنا اللهم على طاعتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم على غيرك لا تكلنا اللهم اعطه شر تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم لا تجعلني ولهذا الدنيا يقول لا من اني غفرت ولا مريض الا شفيت ولا مريض الا شفيت ولا مريض الا شفيت ولا غائب الا اتيت ولا حاجه لحاجه الدنيا الاخره الا قضيتها ويسرتها بفضلك رب العالمين. اللهم اجعل مسعنا الامان سخاء رخاء وسائر اهل المسلمين رب العالمين. اللهم من اراد مصر خيرا فافرقه الى كل خير ومن اراد مصر يسار سوءا فاجعل كلمه في معرفه عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان ويؤتى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه فلكم من الصلاه والمساجد وتعلموا من كتاب موقوتا. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فافتح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Good.